السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائم وأبدا. حبايبي رح أبلش بصلب الموضوع فورا. في أحد المشتركين عندي طلبوا مني أنه أحكي لهم عن موضوع اليوغندهايم أو الكيندرهايم، اللي هن الهايمات أو السكن اللي بيجي للقاصر، تمام؟ بالإضافة في سكن بيجي للأطفال، لأنه في ناس هو مثلا بيكون بدهم يعيشوا مع بعض بس أنه ما بدهم أولاد، فبيجي بالغلط بيصير في عندهم اولاد بالحرام، تمام؟ فبيجوا بيولدوا الولد مثلا، بعد ما يولدوا بيروحوا بيزتوه بمكان وخلص ما بدهم اياه، تمام؟ ففي فئتين، فئه بتجي من عمر السنه لعمر 12 سنه، هذا الكيندرهايم، وفي فئه ثانيه بتجي من عمر 12 سنه ل 18 سنه اللي هو اليوغندهايم، تمام؟ فانا رح اشرح شوي عن هالهايمات وشو اللي بتقدم لك فيها، وشو في شغلات سيئة فيها وفي شغلات منيحة فيها، تمام؟ قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات والناس تستفاد منه، بالنسبة للقاصرين اللي حابين يجوا على أوروبا ويعرفوا عن هالمعلومات هي كلها يعني. يلا خلينا نبلش. طبعا انا في شغله بدي اقول لكم اياها، انا لا تاخذوا كل حكي 100%، تمام؟ لانه كل واحد له نصيب، كل واحد رب العالمين كاتب له شيء بده ياخده، بس انا عم بحكي يلي انا بعرفه واللي انا سمعته واللي انا شفته، تمام؟ فانا ما عم بحكي انه والله عم اقول انه عم سكرها بوجوهكم انه العالم انه مين انت لحتى عم تحكي، لا، انا عم بحكي شو اللي انا بعرفه، معلومات اللي انا بعرفها، بس بالقدر والنصيب ما حدا بيعلم فيه إلا رب العالمين، تمام حبايبي؟ فأنا مجرد معلومات عم بعطيها، واللي حب يسمعها يسمعها، واللي ما حب هو حر، بإمكانه يسكر الفيديو ويطلع من الموضوع كلياته، تمام؟ طيب هلأ رح نحكي أول شيء شو ممكن يقدموا لك إذا أنت حبيت أنك تروح وتقدم على اليوغنت أمت. بتروح على اليوغنت أمت مثلا انت قاصر عمرك 15 سنة ولا 16 ولا 17 اللي هو، بتروح بتقدم تقول ان انا بدي اقعد عنكم، في لي اسبابي مثلا ما بدي اعيش مثلا مع اهلي، فانت بامكانك تروح تعيش معهم. طيب هن شو بيقدموا لك؟ بيقدموا لك سكن. السكن شو هو؟ عبارة عن هايم، تمام؟ سكن جماعي للشباب، تمام؟ فاللي بيقدموا لك يا انه ما بيعطوك غرفة لحالك. هلأ في شيء اسمه حظوظ، كل واحد له حظ حسب المدينة اللي هو قاعد فيها، حسب المكان اللي هو موجود فيه، تمام؟ هلأ مو كل السكن الجماعي تبع القاصر جيد، في سكن أنا بسمع عنه إنه في كتير مشاكل، في كتير قصص، يعني إنه الأولاد مثلا على طول بتخانقوا مع بعض، على طول في مشاكل، حشيش، شرب، شغلة، يعني في كتير شغلات أنا بسمعها عن الهايمات تبع القاصر تبقى يعني ما لها مضبوطة 100%، تمام؟ وفي من إضافة للفساد إنه الجنس والكذا، يعني في كتير شغلات إنه الواحد بيسمع عنها صعبة، يعني صعبة، تمام؟ فمو كل الهايمات اللي بيروح بيقدم عليها الواحد لليوغند أمت جيدة، بس هو بشكل عام انت وبتروح تقدم على اليوغنت ام بيعطوك سكن، ممكن يجي حظك يعطوك سكن غرفة لحالك تسكن لحالك، بيعطوك غرفة، تمام؟ وممكن يحطوك بغرفة مع حدا، يعني ممكن يكون مع شخص او شخصين، تمام؟ يعني ما بتعرف انت وحظك حسب المكان اللي انت بتكون موجود فيه. فهي اول شغلة بيأملوا لك سكن. تاني شغلة يكون في لك وجبات باليوم تاكلها بالهايم، في لك اكل، في لك فطور، في لك غدا، في لك عشاء، تمام؟ بالاضافه انه بيعطوك راتب، تمام؟ طالما انت طلعت انفصلت عن اهلك مثلا، فانت وتنفصل في عندك شيء اسمه الكيندر جيلد، بتاخذ الكيندر جيلد، اضافه انه في دعم بيعطوك يا اضافه. بالاضافه للتعليم بيعلموك مثلا، في عندهم مدارس تكون خاصه هي بالهايمات، بيعلموك بالمدرسة مثلا، ممكن يكون في لهم مدارس خصوصية لهالموضوعات، كمان بيحطوك بمدارس،
انت اذا حابب مثلا، اذا حابب تطور حالك، في شيء ببالك حابب تعمله كذا، ممكن تقول لهم انا مثلا حابب اني اتعلم مهنة مثلا او شيء، فممكن كمان بيساعدوك فيها لهي القصة. فكتير في شغلات يعني بيساعدوك فيها بهذا الموضوع، تمام. بس مثل ما حكينا يعني برضو في سيئات، يعني ممكن انت تروح مثلا تسكن يسكنوك مع 3 اشخاص بغرفة واحدة، تمام. انت ما بتحب مثلا، بتحب انك تقعد لحالك تهدي راسك تريح بالك كذا، ممكن يسكنوك مع 2، ممكن مع، يعني حسب كل واحد هو ونصيبه يعني، تمام. هلا في مكان كنت ساكن فيه هون بالمانيا، في عالم المان بيجوا احيانا، اذا حدا مثلا مثل، خلينا نحكي عن الناس اللي مثلنا اللي اجينا كلياتنا مثلا هربنا من بلادنا بسبب المشاكل والحروب والقصص والشغلات، في قاصرين بيجوا لهون مثلا بيقعدوا بالهايم. في المان بيكون ما عندهم اولاد وهن كبار بالعمر، تمام، فبيحبوا انه يتبنوا حدا، فبيجوا هناك على الهايم بيتفرجوا بيطلعوا بيشوفوا الشباب بيشوفوا الصبايا كذا، اذا حبوا حدا وشافوا انه في حدا خرج انه يتبنوه بيتبنوه. يعني انا بعرف واحد مثلا او 2 او 3 وسوريين، يعني في حدا الماني راح على الكامب وشافهم وكذا وتبناهم، يعني يتبنى بيقول لك انا بتبناهم خلص انه مثل اولاده صار، تمام. بيكون معه مصاري كتير، بيكون معه اموال كتير وما عنده اولاد ولا عنده حدا، فبيروح بيقول لك خليني انا منه بساعد، وبنفس الوقت انا بتبنى حدا يونسني ويعيش معي ببيتي، تمام. فصارت يعني كذا مرة، وفي ناس قاعدة بالهايم تعبانة، نفسيتها تعبانة انه الوضع يعني مو كما يجب، تمام. فما تفكروا انه يعني الناس وقت الواحد انه اذا هو قاصر انه بيجي لهون انه تفكروا انه يعني حتجوا على الجنة، لا. تمام، في سيئات وفي حسنات، يعني بكل مكان في سيئات وفي حسنات. هلا في عالم اجت سكنت بهايمات 10 نجوم، غرفة لحاله، شو بدك نحن مندير بالنا عليك، شو بدك آمين، ما في أي مشاكل، تمام. وفي عالم يا حرام اجت سكنوا بهايمات تعبانة، فيها كتير عالم وفيها كتير أولاد، فبيحطوا مع 2 3 بغرفة وبتعب نفسيته الواحد بهالموضوع يعني، تمام. بس انه امورك يعني وقت توصل لهون بتروح على اليوغند ام بتسجل انت مع انك قاصر، وبيقدموا لك يعني بيقدموا لك كل شيء، تمام. بس ما تفكر الشيء اللي ببالك يعني، او ما تفكر الشيء اللي ببالك انه والله يعني تبنوا احلام كثيره على هذا الموضوع، لا. هي حياتك وقت انت تسكن بالهاي بتكون حياه مؤقته لحتى انت يصير عمرك 18 سنه، بعد 18 سنه هن بقى بيفرزوك على كام بالغين، او مثلا ممكن تكون انت تعرفت على حدا بهالفتره هي دعمك زبط لك امورك، يعني ما بتعرف، هي نصيب يعني. هو بنرجع نحن الموضوع انه نصيب، تمام. في شغله تانية كمان، عندنا شغله مثلا وتسكن بالكامب تبع القاصر، في عندك اوقات بتطلع فيها واوقات بترجع فيها، لازم تكون انت موجود بسكنك، يعني ما فيك تطلع مثلا تروح على كيفك تطلع مثلا من الساعة 10 الصبح ترجع الساعة 1 بالليل 2 بالليل، لا، انت في لك وقت معين تطلع، مثلا بيقولك تطلع الساعة، بحقلك من الساعة 6 الصبح ترجع مثلا الساعة 6 المساء، لازم تكون بسكنك، تمام. اذا تأخرت بيعملوا لك مشاكل، يعطوك انذار، بعدين بيقولوا لك انه ما بيصير، بعدين يعني في كمان شوي اثر بهذا الموضوع، تمام. فما تفكروا انه يعني بتجي انه خلص تطلع تفوت على كيفك، لا، في نظام بالهايم، حيكون في نظام امتى بتفوت وامتى بتطلع. بالنسبه للراتب تبع الكيندر جيلد، كل واحد حسب عمره، يعني كل فئه في الى راتب معين، بس الرواتب تتراوح يعني بين، خلينا نقول للعمر اللي فوق 12 سنه تتراوح بين 250 ل 300 تقريبا، تمام، يعني بهذا التقدير. اللي اصغر من 12 سنه بتتراوح بين ال 160 لل 200 210 يورو تقريبا، هي بالنسبه للرواتب. طبعا انت بيكون مأمن لك الاكل والشرب، فطور وغدا وعشاء تاكل بالكامب، يعني بتصفي مصاري عم تيجي لك انه، بس اذا كنت انت عم تدرس
او عندك التزامات تدفع على هالالتزامات وهالامور هاي. طب في شغله ثانيه، موضوع الانترنت. هلا مو كل الهايمات بتواجد فيها واي فاي، انه يكون فيها انترنت مجاني. مو كل الكامبات فيها انترنت مجاني، في بعض الكامبات يعني المدعومه كتير، يعني مثلا من المدينه من البلديه بيكون فيها محطوط راوتر وانترنت شغال على طول مجاني، تمام. بس في الاغلبيه انه ما في انترنت مجاني. بهالحاله انت بدك تشتري خط في عباره عن باقات تجي 5 جيجا 10 جيجا 12 جيجا يلي هو، وبتدفع انت منك بقى هذا الانترنت لانه تليفونك الخاص. طبعا انت وتكون بحاجه لشيء، مثلا بنحكي عن اللي بده يجي يقدموا لجوء، مثلا انت قدمت طلب مثلا لجوء انت قاصر، تمام، واجاك رفض، فممكن يساعدوك هن بهذا الموضوع، بيساعدوك بيدلوك مثلا شو تعمل شو تساوي، بياخذوك عند محامي، بتعمل طعن بالقرار بكذا، بيدعموك بهذا الموضوع لانه انت قاصر لسه ما بتعرف شو بدك تساوي، فبيدعموك بهذا الموضوع. بدنا نحكي كمان في عنا موضوع مثلا الملابس. احيانا في ناس كتير بيكون في عندها ملابس ما بدها اياها، فبتجي بتعطيها يا للكاريتاس، يا بتعطيها للدياكوني، يا بتعطيها لجماعه اليوغنت امت انه بتوزعها، انه هن يعني في كمان في بهذا الموضوع في دعم بهالموضوع. هلا في فكره لازم العالم كتير يدير بالها منها، وبالاخص الاهالي يعني يديروا بالهم بهالموضوع هذا، انه في كتير مثلا اهالي عم يبعثوا اولاد هون انه طلعوا انتوا قدموا لجوء، انتوا قاصر هلا عمرك 14 ولا 15 سنه وبعدين بتعملنا بقى انت لمشمل بس تاخذ اقامه. يا جماعه المانيا، ما بدي طول الحديث، انا المانيا صحيت كتير لامور فتحوا عليها يعني، تمام، من بسبب مين؟ بسببنا، انه في كتير عالم مثلا الا من رحم ربي طبعا في نصب في احتيال وفي كذا وفي كذا، فصاروا يعرفوا هالامور كلياتها هي، تمام. فصاروا شو وقت القاصر بيقدم طلب لجوء بالمانيا، صار القاضي او المسؤول عن قضيته ما بيعطيه موافقه، بيحاول يضل يماطل بالموضوع لحتى يصير عمره بالغ راشد، لانه بيعرفوا هن انه اذا هو قاصر اخذ اقامه عمره 15 سنه بيعرفوا انه بقانون هون بيحسن يعمل لم شمل لأبوه وأمه للعائلة، تمام. فلهذا السبب صحيوا له هذا الموضوع عنه، صاروا بيجي حدا بيقدم طلب لجوء، تمام، بياخذوا طلبه إذا كان عمره 14 ولا 15 سنة بيخلوا له طلبه محطوط هيك ليصير عمره 18 سنة، تمام، أو بيبعتوا له مثلا رفض، هو عمره 16 سنة بيبعتوا له رفض، بعد ما يبعتوا له رفض يروح هو يطعم بالقرار، بيطعم بالقرار، بعد ما يطعم بالقرار بده يستنى له سنة سنتين ثلاثة الله أعلم قديش لحتى يرجعوا يردوا له خبر انه ايه او لا، فعم يستنوا لحتى القاصر يصير عمره 18 سنة بعدين عم يبطوا بقراره يعطوه اقامة او ما يعطوه اقامة، مشان ما يفتحوا على حالهم باب لم الشمل من دون شو هالباب مفتوح عليهم كتير، تمام. فلهذا السبب عم يأخروا شوي ببت القرارات للقاصرين مشان ما يلموا شمل العيال كلها، تمام. فهي فكرة لازم الكل والأهالي يعرفوا انه هيك ممكن يصير. حبايبي ما رح طول عليكم، بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.